موجات الفاشية تصعد وتهبط. تيار سياسي وفكري غمر أوروبا في بدايات القرن العشرين. موجاته ضربت شواطئ القارة بعد الأجواء الخانقة التي خلفتها الحرب العالمية الأولى. البداية كانت من إيطاليا، حين أسس بنيتو موسوليني جماعة متشددة استوحى اسمها من رمز روماني مرتبط بالسلطة. موسوليني اعتبر أول قائد فاشي. عند وصوله إلى السلطة ألغى الأحزاب والمنظمات النقابية واتبع سياسة خارجية عدوانية، وبذلك أسس مبادئ الفاشية. الفاشية تختلف من نظام لآخر، لكنها تشترك في مقومات أساسية تشمل نزعة قومية متشددة، رفض الديمقراطية والتعددية السياسية، قمع الحريات، محاربة الاقتصاد الحر، اتباع سياسة خارجية ذات نزعة استعمارية، وتعبئة الرأي العام ضد فئات معينة. موجات الفاشية وصلت لألمانيا كذلك، مع صعود النظام النازي بقيادة أدولف هتلر الذي حصر السلطة بيد حزب واحد، واحتل عدداً من بلدان أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، كما قام بتصفية الأقليات وذوي الإعاقة. وصلت موجات الفاشية أيضاً إلى دول أخرى مثل إسبانيا واليابان والبرتغال، وتأثرت بها جماعات في بلدان مختلفة. الفاشية تراجعت بعد هزيمة إيطاليا وألمانيا في الحرب العالمية الثانية، لكن مبادئها عادت إلى السطح مع ظهور النيو فاشية بشكل يتماشى أكثر مع الأجواء الديمقراطية العامة. هل تعرفون بلداناً ضربتها موجات الفاشية؟